سرايا السلام ضاربة عرض الحائط بالقانون الغائب أصلاً في العراق. ميليشيا السرايا اقتحمت منطقة الكسرة في بغداد، وأحد المسؤولين في الميليشيا يتوعد المواطنين. قوة من سرايا السلام تقتحم منطقة الكسرة، فتك كامل وإصلاح كامل. أفعال هذه الميليشيا وجرائمها تقول بالصوت العالي إنها فوق القانون، ودليل ذلك ما سيأتي الآن. شاهدوا ولكم الحكم. يلا خلي السيارة.